السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا غادي نشوفوا اليوم تمرين آخر في الدرس ديال السرعة المتوسطة وفي سلم تصاميم الخرائط. التمرين هذا راه جمعهم بجوج، كان وصلني عبر الواتساب، وأصلا كان عندي واحد التمرين آخر بنفس الطريقة غادي نديرو تا هو من بعد. إذا راه تمرين فيه جوج ديال الدروس، هو تمرين زوين، نتمنى تخدموه مزيان وتستفدوا منه. إذا راح وضعناه قبل في المجموعة ديالنا، وحتى اللي بغى ينضم للمجموعة راه ممكن، راه كاين الرقم اللي قلت لكم اللي بغى ينضم للمجموعة، هو 06 53 09 81 68. إذا هذا هو الرقم، نقلوه اللي بغى سميتو يرسل لنا ويصيفط عبر الواتساب باش نضيفوا للمجموعه، تنوضعوا فيها تمارين وتنديروا التصحيح ديالها. بعض المرات تناقشوا شي حاجه اللي هي فيها اشكال بالنسبه لبعض التمارين، وباش كل شيء يستفاد. وما تنساوش كيما قلت لكم القناه راه ماشي ديالي بوحدي، راه ديالنا كاملين، كل شيء بغيناه يستفاد، جميع التلاميذ جميع الاشخاص اللي معنا كل شيء بغيناه يستفاد معنا في هذه القناه. ما بغيناش يبقى الحكر فقط على واحد المجموعه معينه، بغينا جميع التلاميذ يستافدوا معنا ويستعدوا للامتحان. اللي عنده شي تمرين يصيفطو، كان زوين راه غادي نخدموه ونستافدوا منه جميع. اذا وقفوا الفيديو، خدموا التمرين، ومن بعد رجعوا وشوفوا معنا التصحيح. هذا السؤال الف وهذا السؤال باء، راه كتبت هادشي هنا فسميتو شويه مزير باش يجي في السبوره كامل مزيان. اذا نبداو صحيح نشرحه بعدا. إذن 11.2 سنتيمتر هي المسافة المصغرة، يعني هي المسافة اللي على الخريطة ولا المسافة اللي على التصميم، شحال هي 11.2 سنتيمتر بين المدينتين، المدينة أ والمدينة ب. إذن في واحد الخريطة ولا في واحد التصميم، إذن الأغلبية يكون هنا خريطة بين مدينتين، المسافة على التصميم هي 11.2 سنتيمتر بالسلم 1/200. عندنا هذا هو السلم. قطع دراجي هذه المسافة ذهابا وإيابا، ردوا البال مع هذه، ذهابا وإيابا بسرعة 24 كيلومتر في الساعة. إذا هنا تلاحظوا في المعطيات أن عندنا الدرس كاين ديال السرعة المتوسطة، وفي نفس الوقت الدرس ديال السلم التصاميم والخرائط. من بعد غادي ندير لكم واحد الفيديو اخر حتى هو في نفس التمرين متشابه معه باش نستافدوا اكثر. السؤال الاول، ما هي المسافه الحقيقيه بين ا و ب، يعني بين المدينتين ا و ب. السؤال الثاني اللي هو ب، ما هي المده اللازمه لقطع المسافه ذهابا وايابا بين المدينتين. السؤال ج، في اي ساعه سيصل الى المدينه ب إذا كان قد خرج من المدينة أ على الساعة 9:56؟ إذا ردوا البال مزيان، راه كاين دي بياج، يعني فين مصيادات فين طيح في هذه الأسئلة ما بين سؤال وسؤال، كاين هناك بعض الأشياء خاص ترد مع البال. وخدموه وعاودوه، خدموه وعاودوه حتى تضبطوه مزيان، باش هذيك الساعة إلا خدمتوا شي تمارين أخرين ساهلين في الامتحان يجيكم الامتحان سهل. إذا نقلوا المعلومات عندكم وخدموهم، غادي نمسحو باش نبداو التصحيح ديالنا. السؤال الأول هو، ما هي المسافة الحقيقية بين المدينتين أ و ب؟ إذا السؤال ألف، المسافة الحقيقية بين المدينتين أ و ب هي، حين تنتكلموا على المسافة. إذن بما أننا تنتكلموا على المسافة، إذن اش غادي نستعملوا؟ غنستعملوا المسافة اللي عندنا على الخريطة اللي هي 11.2 سنتيمتر، وغادي نستعملوا السلم اللي هو 1/200,000.
وكما شفنا في الدرس ديال المسافه سلم التصاميم والخرائط قلت لكم استعملوا نفس الجدول راه الجواب ديالكم يخرج بسهوله. اذا الفوق تنكتبوا المسافه على الخريطه واخا ما عطاوش لنا هنا ولا على المصغره نقدروا نقولوا المسافه المصغره هنا ممكن نستعملوها حيت عطاونا ما قالنا على الخريطه كتبتي الخريطه صحيح. اذا نستعملوا المسافه المصغره بسنتيمتر ولتحت المسافه الحقيقيه حتى هي بسنتيمتر المسافه الحقيقيه بسنتيمتر. دائما ما تبقاش تتفرج فقط خدم ستيلو وقف عاود خدم دير باش تعلم اكثر راه ماشي اللي تيتفرج واللي تيستافد بزاف ديما خدم وعاود شوف صحيح وشوف المراحل وغادي تستافد اكثر نهار نهار على نهار غتحس براسك بدا المستوى ديالك تيزيد مزيان. اذا المسافه المصغره اللي عطاونا هي 11.2 وطلبوا منا المسافه الحقيقيه حيت هذه هي اللي بين المدينتين والسلم كان هو واحد على 100,000 واحد راه كاينه هي المسافه المصغره هي المسافه على التصميم ولا على الخريطه و 200,000 هي اللي الحقيقيه اللي تتقابل هاد يعني كل واحد سنتيمتر في هذيك الخريطه في الحقيقه ديالو هي 200,000 سنتيمتر. اذا حنا بغينا المسافه الحقيقيه العمليه هي 100,000 في 11.2 ولا 11.2 في 100,000 بين قوسين قسمه واحد الى قسمنا على واحد كتبناها هكا صحيح وحتى اللي كتبها حيت غادي نقسم على واحد ما غادي يوقع والو اذا غادي ندير حيدوها بلا ما نديروها تساوي وغادي نحسبوها غادي نوجدوها تتساوي 2,240,000 سنتيمتر. هذه هي المسافه الحقيقيه. انا غادي نحولها للكيلومتر علاش حيت السؤال الماجي غادي نحتاجوه. اذا غادي نحولوها غادي نوجدوه هي 22.4 التمرين راني خدمته قبل وخدمنا حتى في المجموعه ديال الواتساب ووضعنا ليه التصحيح تنوريكم غير المراحل كيفاش توصلوا ليه. اذا هي 22.4 كيلومتر. اذا هذا السؤال الاول هذه المسافه بين المدينتين مزيان. نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا هي عندنا السؤال الثاني هي المدة مستغرقة ذهابا وإيابا. وردوا البال في هذا السؤال كاين فيه واحد الفخ الأغلبية تخطئوا فيه. إذا المدة التي استغرقها ذهابا وإيابا بين المدينتين هي في كل الإشكال هنا هو ذهابا وإيابا حيت حنا فاش حسبنا حسبنا المسافة بين المدينتين بين المدينة أ والمدينة ب حسبنا وجدنا بأن المسافة هي 22.4 كيلومتر ولكن هاد الدراجي راه غادي يقطع غادي يمشي وغادي يرجع وهي اللي سولونا عليها هنا. الأغلبية تمشي تحسب المدة ديال هادي مزيان ولكن فاش تحسبها راه حسبتي هي الذهاب ما حسبتيش الإياب. إذا حنا كاين جوج ديال الطرق إما غادي نحسبوا المدة اللي استغرق في الذهاب ومن بعد نضربوا في اثنان ولا نضربوا المسافة في اثنان وغادي نحصلوا على نفس الجواب في نفس الطريقة. اذا راه كاين جوج طرق باش نجاوبوا على هذا السؤال. اذا غادي نخدم انا المسافه بين المدينتين اول شيء غادي نحسب المسافه بين المدينتين ذهابا وايابا المسافه بين المدينتين ذهابا وايابا هي شنو هي هاد المسافة؟ هي داك اللي حسبنا في السؤال اللي قبل داكشي علاش عطاونا عفوا اللي وجدناها هي 22.4 كيلومتر ونضربها في 2
حين الذهاب والإياب إنها تعطينا 44.8 كيلومتر. مزيان. من بعد غادي نديرو الجدول، نديرو في الجدول نديرو في السرعة المتوسطة شنو عندنا، راه كيلومتر في الساعة، إذا المسافة بالكيلومتر والمدة بالساعات. هنا غادي تطرح واحد الإشكال، هو ماشي إشكال راه صحيح، غادي نشوفوه غادي نطرقو ليه. عندنا أرى المسافة السرعة المتوسطة اللي عطاونا هي 24 كيلومتر في الساعة، المسافة هي 24 والمدة هي ساعة، وحنا اللي بغينا نحسبو هي 44.8 كيلومتر، بغينا نعرفو شحال هي المدة اللي غادي نستغرقو. مزيان. اللي غادي يدير هكا راه صحيح، ماشي مصحيح، حيت ما حددوش لك المدة، ما قالكش اعطيني بالدقائق والسوايع ولا، قالك مدة، إذا أنت تحسبو أعطيه مدة، غير تكون صحيحة. إذا هي 44.8 في 24 بين قوسين قسمة واحد، اللي بغا يكتبها يكتبها، اللي ما بغاش ما يكتبهاش. غادي نوجدوها، غادي نحسبها عفوا هنا بسميتو، حيت ما حسبتهاش أنا بهاد الطريقة هادي، غير باش نتأكدو منها من الجواب. هي 44.8 مضروبة في 24 غتعطينا، عفوا ماشي هنا راه كاين خطأ، ماشي في استسميح هنا راه ماشي في 24، وإنما 44.8 في واحد بين قوسين قسمة 24، قسمة 24 ماشي في، ولا نقدروا نكتبوها مباشرة هي 44.8 قسمة، حيت إلا ضربنا في واحد ما تيتبدلش العدد، قسمة 24 تساوي. أنا فاش وجدتها راه بان لي داكشي غير معقول، راه باينة 44.8 قسمة 24 غتوجدو هي 1.86 ساعة، حيت إلا كتبناه هنايا، إلا لاحظتو إلا كتبناه هنا إذن إلا كتبناه هنا غادي نكتبو 1.86 والمدة هي بالساعات، إذن 1.86 ساعة. اللي كتب هكا راه صحيح، ماشي ما صحيحش، وغادي نبين لكم علاش صحيح، نعقلو على هاد العدد هذا، غادي نكتبو هنا 1.86 ساعة. كاين اللي غادي يدير هاد الطريقة، الجواب ديالو أنا هو صحيح، ما فيهش حتى شي خطأ. غنشوفو الطريقة الثانية اللي ما غاديش يكون فيها الفصيلة، هي راه نفس الطريقة ولكن هنا المدة غادي نستعملو الدقائق، وهنا ما غاديش تبقى عندنا ساعة، إذا غادي نحولوها غادي تولي هي 60 دقيقة. مزيان. والعملية كما العادة هي 44.8 في 60 بين قوسين قسمة 24 تساوي، غادي نوجدو تتساوي هي 112 دقيقة. مزيان. 112 دقيقة، غادي نشدها وغادي نحولها للسوايع والدقائق، إذا 112 دقيقة، الساعة شحال فيها من دقيقة؟ 60، وهادي نقسم منها 60، إذا إلا نقصنا منها 60 نديرو عملية ناقص 112 ناقص 60، غتبقى لينا 52 دقيقة، وهاديك 60 دقيقة اللي خدينا نحولها للسوايع هي ساعة، إذا المسافة اللي غادي المدة اللي غادي يستغرق هي 112 دقيقة، اللي هي ساعة و 52 دقيقة، وغادي تعرفوا علاش درتها هكذا. مزيان. مزيان، نشوفوا دابا هادي، دابا نقلو التصحيح ونعقلوا على هادي، نشوفوا نوريكم علاش هادي تاهي راه صحيحة، غير هادي ما مضبوطاش، فاش تكون تخرج لك فاصلة راه عارفة راه ما مضبوطاش، باقي شي حاجة ضايعة. عندنا 1.86 ساعة تتساوي هي ساعة زائد 0.86 ساعة، اللي هي 1 زائد 0.86
1.86 هي 1+0.86، هذه راه قرينا في الاعداد العشريه. مزيان غادي نشدو هاد الساعه تبقى هي النيت زائد هذه السويع، قلنا الا بغينا نحولهم دقائق تنضربوهم في 60، اذا نديرو 0.86 مضروبه في 60 بين قوسين دقيقه تساوي، غتبقى لنا ساعه هي ساعه زائد، وغادي نحسبوها غادي نوجدو نحسبوها بالسرعه باش ما نضيعوش الوقت، 0.86 مضروبه في 60 غنوجدو 51.6، 51.6 دقيقة. إذا هاد النتيجة راه قريبة لهاد النتيجة، 51 دقيقة وشي حاجة، هاديك شي حاجة تا هي 0.6 ممكن تضربها في 60 وغادي تعطيك، غتحيد هادي وهاديك 0.60 وتضربها في 60 غادي تعطيك هي 36 ثانية. إذا ساعة 51.36 ثانية قريبة لساعة 52 دقيقة. إذا راه نفس الجواب، راه غير بينت لكم بأن راه هذه صحيحة وهذه صحيحة. نمشيو نقلو صحيح، نمشيو للسؤال هنايا، عفوا راه ماشي ألف وإنما باء. مزيان نمشيو للسؤال جيم، سؤال جيم. السؤال اش قلنا؟ في أي ساعة سوف إلى انطلق من المدينة أ ماش غادي يوصل للمدينة ب؟ حنا غادي نشوفو الطريقة كيفاش نوصلو للجواب. إذا سيصل إلى المدينة ب على الساعة نقطتان. إذا عندنا هو في المدينة أ وغادي يمشي للمدينة بي، إذا هنا شنو عندنا؟ غير الذهاب، يعني حنا شنو حسبنا؟ حسبنا الذهاب والإياب، وهو انطلق من هنا مع 9:56، معاش غادي يوصل لهنايا، إذا خاصنا نحسبو المدة اللي استغرقها غير في الذهاب، هي وحدة، حنا راه فاش حسبنا المدة دابا، حسبنا الذهاب والإياب، مزيان. إذا حنا غادي نحسبو هي النص هاديك المدة، هاهي النص ديالها، مزيان، غادي نشوفو، إذا غادي نحسبو المدة المستغرقة، المدة المستغرقة في الذهاب هي، مزيان، شناهي المدة المستغرقة؟ حنا هنا حسبنا الذهاب والإياب، إذا غادي ندير ساعة 112 دقيقة قسمة 2، شتو الإشكال؟ قبيلا ضربنا في 2 دابا رجعنا تنقسمو على 2، غنقسمو على 2 غنوجدو ديرو العملية توجدو 56 دقيقة. إذا هادي هي المدة المستغرقة، غنحسبو دابا معاش هو انطلق، غنديرو العملية إذا انطلق مع 9:56، وشحال استغرق ديال الوقت؟ استغرق 56، إذا غادي نزيدو 56 دقيقة، هادي هي المدة ديال السفر، وغادي نحسبو شحال غادي تعطينا، غنديرو العملية عموديا باش تبان لينا، راه حسبتها مبغيتش نعطيكم النتيجة حيت خدمتها مع شي تلامذ، وبان ليا دار واحد الخطأ وقلت ننبه ليه باش حتى نتوما ما توقعوش في نفس الخطأ. إذا 9:56، فاش بغي نوضع غنوضع الدقائق تحت الدقائق، هنا راه عطاونا نفس العدد باش تلف شي شويه، باش يتلفوك شي شويه، زائد هي هادي. اذا شحال عندي ديال الساعات؟ عندي 0، ممكن نزيدها ممكن ما نزيدهاش. فاش في الزمن؟ في الزمن عندك السوايع عندك الدقائق، راه عندك جوج عمليات، عندك هادي عمليه وهادي عمليه، ما تحاولش تلاقي بيناتهم، ولا عطاوك الثواني تيولي عندك ثلاثه هاد العمليات، تفهمنا؟ يعني هادي انا بغيتها نشرح، ما غاديش دير هكا، هادي عملية بوحدة وهادي عملية بوحدة، إذا ها الدقايق وها السوايع، نحسبو
العملية 6 زائد 6 12، احتفظ بواحد، واحد زائد 5 زائد 5 10 زائد واحد 11. الأغلبية التلامذة تيديرو تيجي تيدير هنا واحد وتيجي تيحتفظ هنا. لا خطأ، ردود الدقائق يتجمعوا بوحدهم، عملية بوحدهم، أزدهم ما تزديهمش مع السؤال. تفهمنا؟ إذا غادي تعطيك 11، أتكتب 11، أتجمع الدقائق بوحدهم ما تخلطهمش مع السؤال. وهنا الساعات غتعطينا 9 ساعات. عاد من بعد هذيك اللي قلنا الطريقة ديال قبيلة، غنجي لهنا ناخذ 60 دقيقة، ناخذوا 60 دقيقة. إذا هنا الدقائق إلا خدينا منهم 60 كما شفنا قبل، ودير عملية الطرح، دير 112 ناقص 60، غتوجدها هي 52. إذا ها هي 52 دقيقة. هاد 60 دقيقة اللي خدينا حولها للسؤال، غادي تحولها، إذا غادي تزاد للتسعة، غتولي 10 ديال الساعات. إذا هادي العملية غادي دير، وديرها في الورقة ديالك باش تثبت بأن راك حسبتي وجدتي العملية صحيحة. إذا مازال هذا غادي نشوفه في الدرس ديال الزمان، ولكن ماشي الآن حيت ما يكفناش الوقت، حتى هو راه فيه ما يتقال بزاف ديال الحالات وديال سميتو الجمع والطرح والضرب والقسمة، وكل وحدة خاصة حصة بوحدها. إذا من بعد نديرو إن شاء الله. إذا الساعة التي وصل فيها هي 10:52. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين، وإلى تمرين لاحق إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.